في شخص دفن كلب بمقابر المسلمين، فالناس استنكروا هذا العمل وراحوا يشتكوا عليه للقاضي، ولما القاضي استدعاه وسألوا عن السبب، هذا الشخص حكى له للقاضي انه هاي وصية الكلب. القاضي حكى له: ويحك، أتستهزئ بنا؟ هذا الشخص رجع حكى له للقاضي انه الكلب وصاه انه يعطي 1000 دينار للقاضي. طبعا القاضي لما سمع الكلام تغير موقفه وقال: رحم الله الكلب الفقيد. الناس اللي سمعوا الكلام كانوا بقمة الاستغراب من كلام هذا القاضي، بس القاضي حكى لهم: لا تستغربوا، فقد تأملت في أمر هذا الكلب فوجدته من نسل كلب أصحاب الكهف. طبعا هذا القاضي كان عم يبرر لنفسه بعد ما أغراه صاحب الكلب بالمال. ومع الأسف بعض الناس اليوم تتغير مواقفهم ومبادئهم، بيسكتوا عن كلمة الحق وبيدافعوا عن الباطل حسب رغباتهم ومصالحهم.